سل دارها ما دار ثمة فيها أي الفواطم أي الفواطم أضرموا في بابها نارا ولا زالت على جاريها ما أحرقت دار ولا لطمت يد إلا وظالم فاطم جانيها أي الفواطم أي الفواطم كسرت أضلاعها عصرا وأبداشت مهاقاليها أي الفواطم أسقطوها حملها واقتيد بين عداتها واليها أنا لم أنسها قادوا هزبر عرينها وهو الذي حمم الورى حاميها فمشت تعثر بالرداء ودمعها ودماؤها من جنبها جاريها خفقت على متن البتول سياطهم من أمر غاصب حقها طاغيها يا علي المشتكى لله يا ابو الحسنين من فعل الاصحاب اني رحت نخيهم وحتى من النواخي القلب ذا من تدا حباب خبر من تطاعون الزليم أني النهب حقي وضلعي يكسروا عندك علي لا إذا بظلاك يا كهف الخايف شلون انظلم من تليث الله يا حدار ليش متوسد التراب وين سيفك ما تسله وين عزمك يا فحه وين صلاتك على العدوان يا خير يا حبل الله المتين شلون قادوك بحبل جذب حسرة وصاح بس يم الحسن من هالعتاب أنا تعرفيني ما ترد عزمي جنود مجندة سيفي بحد المناية تلوح كل ما جرده لكن بقيد الوصية هالزنود مقيدة هاج عزمي يا بتولة وبالقلب شب التهاب وظل يناشدها وتجري فوق خده دمعته وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانته
صاحت الطاغيل طمعيني وعماني بلطمته ونحل جسمي بنبتة المسمار يا ليث الأحرار. لا صبر يا ابن العسكري السيد علي ترك النجفي. لا صبر يا ابن العسكري فشرعة الهادي البشير استنصرت أنصارها هدمت قواعدها هدمت قواعدها وطاح منارها فأقم بسيفك ذي الفقار منارها يا فإلى ما تغضي والطغاة تحكمت بالمسلمين وحكمت أشرارها مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها يا منعوا البتولة منعوا البتول من النياحة إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها قطعوا أراكتها ومن أبنائها قطعت أمي يمينها ويسارها جمعوا على بيت النبي محمد حطبا فأوقرت فأوجرت الضمائر نارها عصروا ابن بنت عصروا سليلة أحمد بالباب حتى أثبتوا في صدرها مسمارها يا حيدر بجنب الباب تسمع صرختي ووني ما تنهض تحاميني شل عوقك عني ألو جن من ولم صدري وبيدي لاز مضلوعي ومحسن سقط من عندي وتجري المحسن دموعي وانت بصبرك مقيد ما تنهض ترد راعي انت تشوف يا كرار وجاو على الباب النار قدامك يحامي الجار بين الباب والحايط صار الرجس يعصرني عصرني وكسر ضلوعي وصدري نعاب بالمسمار ومحسن سقط من عندي وأنا أصرخ بباب الدار ودمي من الضلع يجري ودمعي على وليد عبار أصيح أنوي الدمع سجاب يفض الصدر مني نعب ومحسين وقاع يم الباب قومي لي يفض الساع ومن القاع شيل ابني المين أشتكي حالي وهضم اللي
جرى علي وضلع اللي بهضح لي ودم لي صوب جارية ما نودي عدل هادي وانت تكفلت بي قدامك يضربوني ما أنا وديعت الهادي وانت تكفلت بي قدامك يضربوني حتى سود نمتوني ما تنهض تقف دوني وانا عليك دير العين شلي عوقك عني السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها المحدثة العليمة السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة